في حلقة اليوم سنتحدث عن نمو الكنيسة. أعزائي، من جانب أسوار القدس القديمة وبالتحديد بجانب البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن نمو الكنيسة من سفر أعمال الرسل إصحاح 2 للإصحاح 4. كنيسة أعمال الرسل كانت تنمو بسرعة وتتكاثر بالنفوس وتزداد في العدد كل يوم، وتأثير المسيحية ما زال حتى أيامنا هذا. أنا موجود ومن خلف جبل الزيتون المشهور، من هذا الجبل صعد يسوع إلى السماء وأعطى أيضا مأمورية عظمى أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. وكل الأماكن الأثرية بتعبر عن تاريخ عريق وحياة كانت ممتلئة بالنشاط والجد والكد، وما زالت حتى يومنا هذا. فمثلا تستطيع أن ترى الجسمانية، بستان جتسماني، في هذا المكان صلى يسوع، وفي هذا المكان سلم يهوذا، ألقي القبض عليه وأخذوه ليحاكم أمام قيافة. تستطيع أن ترى أيضا واحدة من العظيمات، مريم المجدلية، اللي أخرج منها 7 أرواح شريرة. تستطيع أن ترى الكنيسة الجميلة بالقبب المذهبة، هذه كنيسة مريم المجدلية. أيضا كنيسة يسوع الباكي في أعلى الجبل وقف وبكى على حالة أورشليم ورثاها لأنها تمردت بل عصت على الرب يسوع المسيح. في كل مكان تسير تستطيع أن ترى أثر العمل من خلال سفر أعمال الرسل. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة وأشجعك أيضا أنك تقرأ سفر أعمال الرسل. أنا بتكلم مقتطفات من هنا وهناك والنواحي التاريخية، لكن بشجعك انك تدرس الكتاب او الايات بالتفصيل والتدقيق. وصلي ان هذه الدراسة تكون بركة لحياتك. تابعونا على هذه القناة كل اسبوع لمشاهدة رحلة في سفر اعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة كل أسبوع من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. وكان بطرس يناشدهم ويعظهم بكلام آخر ويقول: تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. فالذين قبلوا كلامه تعمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة. وتمت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل، فاستولى الخوف على جميع النفوس. وكان المؤمنون كلهم متحدين، يجعلون كل ما عندهم مشتركاً بينهم، يبيعون أملاكهم وخيراتهم ويتقاسمون ثمنها على قدر حاجة كل واحد منهم. وكانوا يلتقون كل يوم في الهيكل بقلب واحد، ويكسرون الخبز في البيوت ويتناولون الطعام بفرح وبساطة قلب، ويسبحون الله وينالون رضا الناس كلهم،
وكان الرب كل يوم يزيد عدد الذين أنعم عليهم بالخلاص. أعزائي، من جبل الزيتون أواصل حديثي عن نمو الكنيسة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني، ورح يكون تركيزنا على الإصحاح الثالث والرابع في هذه الحلقة. أنا موجود على جبل الزيتون، من هذا الجبل صعد المسيح إلى السماء، من هذا الجبل أعطى المأمورية العظمى قائلا لهم: تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. خلف تستطيع أن ترى البلدة القديمة، تستطيع أن ترى مسجد قبة الصخرة مع مسجد الأقصى، البلدة القديمة، منطقة الهيكل القديم مع جناح الهيكل، كنيسة القيامة، أسوار أورشليم، وهذا الوادي العظيم اللي بيفصل بين جبل الزيتون عن القدس القديمة، وادي قدرون. تستطيع أن ترى كنيسة مريم المجدلية وبستان جتسماني في أسفل هذا الجبل. الأحداث حدثت هنا في هذه المدينة بعد يوم 50، كان يوم عظيم جدا، امتلأ التلاميذ من الروح القدس والبلد كلها أثيرت في هذا الحدث، فابتدأت الكنيسة رسميا من هذا اليوم بالشهادة عن الرب يسوع المسيح. وعندما رأوا معجزة اللغات، أنهم كل واحد سمع بلغته، فتعجبوا واندهشوا من هذا الأمور، ماذا يحدث؟ فطبعا قام الرسول بطرس وابتدأ يشرح وابتدأ يعظ ما حدث لهم في هذا اليوم. ابتدأ يشرح للناس أنه الحدث اللي شايفينه التلاميذ هم ممتلئون من قوة الله، من الروح القدس، وأنهم ليس سكارى لأنه بعده انهار في أوله. وأراد أنه يشرح أنه هذا الروح القدس هو نفس الروح اللي تنبأ عنه يوئيل النبي في العهد القديم، قال: في آخر الأيام أسكب روحي على كل بشر. هو نفس الروح القدس. حدث عدة أمور. أولا شرح ما حدث في يوم 50 للجماهير والجموع في هذا المكان، لأن الناس كانت تتساءل ماذا حدث، إيه اللي بيصير، إيه اللي منشوفه في عيوننا. فابتدأ يشرح لهم عن حدث يوم 50 وكيف أنهم امتلأوا بالروح القدس، وأن كل هذا الشيء بمخطط إلهي وبمشورة الله أيضا. ماذا حدث؟ بكل بساطة قال لهم أن الروح القدس قد جاء، وليس شيء غريب، اتنبأ عنه يوئيل النبي، اتنبأ عنه يوحنا المعمدان أن المسيح سيعمد بالروح القدس والنار، والمسيح نفسه تنبأ وقال أن الروح القدس سيأتي. فهنا يقول كأن الروح قد جاء. ثم شرح كيف حدث هذا الأمر. حدث لأنه بكل بساطة يسوع حي، صعد إلى السماء، أرسل الروح القدس، فكروا أنه تخلصوا من يسوع المسيح. فابتدأ يعظ لهم: أنتم بأيدي أثم صلبتموه، يعني أنتم اللي صلبتوا المسيح، الرب رفعه وأقامه من بين الأموات وهو حي، والعمل اللي بتشوفوه هو الرب الحي المقام اللي بيعمل من خلال التلاميذ. ثم شرح عن هذا الحدث، لماذا حدث، وبكل بساطة حدث لخلاص الخطاة. كانت وعظة بطرس الرسول متمحورة على مركز واحد: صليب يسوع المسيح وقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. وكل الآيات تلخص بهذه الآية: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فحاول أنه يعطي ويقدم براهين عن القيامة. البرهان الأول شخصية يسوع الرب المقام في حياة التلاميذ، واضح أنه قوة عجيبة حدثت. شيء ثاني، نبوة داود، لأنهم كانوا يؤمنوا أنه المسيح يأتي من نسل داود، وأن الملك المسيح هو اللي بتمم نبوات العهد القديم. وكأنه يقول داود تنبأ عن هذا الحدث في المزامير قائلا: لا تدع قدوسك يرى فساد. لاحظ أيضا الكلمة، كلمة قدوس، هذه الصفة تطلق على الله، لأنه باللغة العبرية أو بالعربية في فرق بين قديس أو قدوس. فهنا يقول لا تدع قدوسك،
بيتكلم عن شخصية إلهية، لأنه داود مات وقبره موجود هنا في هذه المدينة. ثم برهان آخر هو شهادة المؤمنين، أنه عندما كانوا يتكلموا كان الله يؤيد هذه الشهادة بالآيات والمعجزات التابعة. كان واضح أنه عمل إلهي عظيم جدا. ثم أحبائي، حضور الروح القدس في حياة التلاميذ، التغيير الجذري من خوف إلى جرأة إلى قوة، لم يهابوا أي إنسان بل تكلموا عن هذا الموضوع. ملخص لهذا الإصحاح عندما وعظ بطرس الرسول مكتوب نخسوا في قلوبهم، وعندما نخسوا في قلوبهم سألوا ماذا نفعل، فطبعا شرح خطة ورسالة الخلاص. منلاحظها في بكل بساطة، كان يشهد ويعظ، سمعوا كلمة الرب، وبتبتدئ بالكلمة أخلصوا، فلازم يحصل الإنسان على الخلاص بإيمانه بشخص المسيح اللي اتصلب وقام من بين الأموات. ثم مكتوب قبلوا كلامه بفرح، يعني الكلمة غيرت حياتهم. والشيء الثالث، دليل وبرهان إنه الشخص آمن، اعتمدوا، وهم بيتكلم عن معمودية الماء طبعا. ثم انضموا إلى الكنيسة، أي إلى عضوية الكنيسة، ويقول الكتاب أنه 3000 شخص انضم، الرب ضم في هذا اليوم 3000 شخص اللي خلصوا بواسطة هذه الرسالة. ثم في إصحاح 2 بيختتم بصورة جميلة جدا للكنيسة التي تسلك بالروح القدس، يواظبون على تعليم الرسل والشركة، كسر الخبز والصلوات، لم يكن لهم أي احتياج ولهم نعمة. ولاحظ يقول كتاب كانوا يجتمعون كل يوم وليس كل أسبوع. صورة جميلة للكنيسة التي تسلك بالروح. أعزائي، سأواصل بعد قليل. إن هذه القوة لن تتغير، إنها قوة الله، قوة الروح القدس، وهذه القوة هي من نصيبك. خلف الموقف الشرقي للحافلات بأورشليم يختبئ بستان القبر الذي يبدو كواحة وسط كل هذا الكم من الدخان والضباب والتلوث. ومن الجدير بالذكر أنه عندما قام الجنرال البريطاني غوردون بزيارة أورشليم عام 1833 انبهر كثيرا بتوبوغرافيا الموقع في هذه المنطقة القريبة من الحائط الشمالي للمدينة، والتي تقع شمال بوابة دمشق مباشرة، خاصة مع وجود شكل يشبه الجمجمة على حائط من الحجر الجيري. وبالقرب من هذا الموقع ناحية الغرب اكتشف الجنرال ما كان يعتقد أنه يمكن أن يكون مقبرة يسوع، إلا أن أعمال التنقيب والبحث عن الآثار التي تمت في المنطقة لم تؤيد هذا الاستنتاج. أما القبر الفارغ بمدخله المفتوح فقد تم نحته في سطح الحائط السفلي، وهو يثير في أذهان الزوار الكثير من الذكريات حول موت يسوع ودفنه وقيامته. أعزائي، من جبل الزيتون واصل حديثي عن سفر أعمال الرسل. في هذه الفقرة أريد أن أتحدث عن الإصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل. بعد يوم 50 كان واضح أنه المسيح هو حي، رب مقام من بين الأموات. ببساطة القبر فارغ ويسوع حي. في هذا الإصحاح نرى التلاميذ يجروا أول معجزة بعد الامتلاء من الروح القدس، وبالتحديد الرسول بطرس ويوحنا عندما ذهبا ليصليا في صلاة الساعة 9، مع أنه شافوا معجزات خارقة وعظيمة من الرب يسوع المسيح، مع أن الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الإصحاح 10 أعطاهم سلطان على الأرواح النجسة أن يشفوا كل مرض وكل ضعف. وفي إنجيل مرقس الإصحاح 6 مكتوب وأخرجوا شياطين ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. في هذا الإصحاح شيء بيختلف، نرى أنه المسيح الحي في داخلهم،
فطالما حضور المسيح وسلطان المسيح في داخلهن فالمعجزة شيء طبيعي وتلقائي من خلال التلاميذ والرسل. لا ننسى كلمات المسيح عندما قال لهم اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. كانوا طبيعة رايحين يصلوا بدون أي توقع، شافوا شخص شحاد بيستعطي أمام باب الهيكل، فتوقع صدقة، توقع حسنة من بطرس الرسول، فقال له انظر إلينا، فنظر متوقعا أنه يأخذ شيء معين، لكن الرسول بطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. ففي الحال قام وثب وابتدأ يسبح ويطفر ويهلل للرب معهم في منطقة الهيكل. هذه المعجزة حدثت في منطقة الهيكل، وبما أنه كانت فترة الأعياد، عيد يوم الخمسين أو عيد الحصاد أو الباكورة أو عيد الأسابيع، فآلاف مؤلفة من الناس موجودة، عارفين الشخص أنه كان مريض لكنه شفي، عرفوا أنه الموضوع معجزة حقيقية. لكن كل هذا أحبائي بسبب امتلائهم بالروح القدس، ولأن المسيح الحي كان يعمل من خلالهم. لاحظ قال الرسول بطرس ليس لي ولكن الذي لي. لربما لا تمتلك أي شيء، لكن إذا امتلكت المسيح فأنت تمتلك كل شيء. الذي لي، وهنا أريد أن أنظر إلى ثلاث أمور. أولا تبعية المسيح، هذا هو خلاص المسيح. ثانيا الذي لي، معية المسيح أي حضور المسيح. ثالثا ملكية المسيح، هذا هو سلطان المسيح. ألم يقل المسيح دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا، وقال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فالمعجزة واضحة أنه يسوع كان حي في داخلهن بقوة الروح القدس، إن عبر على شيء أنه بالفعل كانوا أتباع المسيح، أنه بالفعل يسوع كان حاضر معهن، بالفعل أنه يسوع كان يمتلكهن وكان يتحركوا بسلطان مدعم بقوة الله. وشيء طبيعي لما اجتمعت الناس وابتدأت تتساءل، وقف الرسول بطرس وابتدأ يعظ الناس بعد هذه المعجزة، لأنه لفت انتباه الناس. هذه الإصحاحات أحبائي، الإصحاح الثالث أو الرابع، نمو الكنيسة مملوءة بالحماسة، مملوءة بالجرأة، مملوءة بالقوة، مملوءة بالتكريس الكامل، مملوءة بقوة حضور الله وبسلطان الله. السبب بكل بساطة امتلأوا من الروح القدس. نرى هنا أنه العبادة تحولت من الهيكل إلى البيوت أيضا، نرى أنها حدثت معجزة شفاء عظيمة جدا. منشوف أن يسوع الحي هو يسوع الشافي الذي قال في القديم أنا الرب شافي، كأنه ما زال يعمل معجزات وآيات. ثم نرى عظة ممسوحة بقوة الروح القدس عندما تكلم الرسول بطرس. في هذه الإصحاحات نرى أيضا مقاومة واضطهاد ضد الرسل، ثم نرى أيضا خلاص نفوس وامتداد للكنيسة 3000 ثم 5000. نرى أيضا في هذه الإصحاحات فرح عظيم جدا، هو فرح الروح القدس في حياة التلاميذ. نرى أيضا صلاة مدعومة بقوة وسلطان الروح القدس، ونرى نفس الطريقة التي يتكلم فيها الرسول بولس، محور الرسالة هو الصليب والقيامة. قال توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. توبوا يعني تغيير الفكر، فكرك عن الله، الله محبة، الله بحبك. وارجعوا تعني أنه الرجوع إلى الله أي طريق، عن طريق الإيمان بالمخلص بواسطة يسوع المسيح. هذه العظة كانت مستخدمة بقوة الله، غيرت حياة الآلاف في منطقة أورشليم. أعزائي سأواصل بعد قليل. وأخذت الكنيسة في جميع اليهودية والجليل والسامرة تنعم بالسلام، وكانت تنمو وتسير في خوف الرب وتتكاثر بمعونة الروح القدس.
بعد معجزة الشفاء وعظ بطرس الرسول عظة ممسوحة جدا بقوة الله، وقال بكلماته أن الله أقامه من الأموات ونحن شهود لذلك. بعد هذا جاء الكهنة والصدقيون متضجرين من تعليمهما، وضعوهم في حبس إلى الغد. الصدقيين هي الطبقة التي لا تؤمن بالقيامة من الأموات ولا يؤمنوا بالروح. النتيجة أنه ألقوا القبض عليهن وحطوهن بالسجن. والسؤال كان تاني يوم: بأي قوة وبأي اسم صنعتما هذا؟ وطبعا هذا سؤال يعني شوي بديهي، لأنه واضح أنه كل الخدمة كل العمل كان بقوة المسيح المقام. فطبعا كان جواب بطرس أنه فعلنا هذا الشيء باسم يسوع. وتحدث أيضا عن هذا الاسم أمام الكهنة والصدقيون أمام المجمع، قال: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فواضح أنه كان جريء جدا وكان قوي جدا، حتى هن استغربوا أنه لما شافوا بطرس ويوحنا أنه عميان، لكن عندهن كل هالحكمة وعندهن كل هالقوة وعندهن كل هالجرأة اتعجبوا. هذا واضح أيضا برهان ودليل أنه كانوا ممتلئين بقوة روح الله. فهددوهن وطلبوا أنه لا يتكلموا بعد بهذا الاسم، لكن جواب بطرس الرسول بكل بساطة: لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وهذه بكل بساطة صفة الشاهد الأمين، أنه بيتكلم إيش شاف وإيش سمع. بعدين بطرس الرسول اتحدث برسالة، وهي الرسالة بتظهر نواحي عديدة أنه كان بارع ومحترف بالكلام. هذه الرسالة اتكلم فيها طبعا للناس، بتوضح عدة أمور. أولا أنات الله، أي صبر الله على الخطاة. الرب بيعطي فرصة أخرى مع كل هذا، ما زالوا يقاوموا هذا الاسم، يقاوموا الرب يسوع، لكن الله يتأنى. مش بيكفي أنه صلبوا المسيح وبيضطهدوا الكنيسة، لكن أنه ما يتكلموا بهذا الاسم. فالله طويل الروح بيتأنى على الناس. ثم نكتشف أن الشهادة تتطلب أخبار سيئة عن الخطية. الخطية بتجرح، الخطية بتبهدل، والخطية بتزل الإنسان. لكن الأخبار السارة هي عن الخلاص بواسطة ربنا يسوع المسيح. أيضا في هذه الحادثة بنشوف أنه وصلوا إلى الجماهير أو إلى الجموع عن طريق شخص واحد شحاد، كان مريض له 40 سنة. بسبب شفاء هذا الإنسان استطاعوا أنه يصلوا إلى الآلاف من الناس. وأيضا أفضل طريقة للدفاع هي إعلان الحياة المنتصرة، برهان الحياة المنتصرة والمتغيرة بواسطة الرب يسوع المسيح. كان واضح أنه التلاميذ خايفين مرتعبين، لكن الحياة المتغيرة خلتهم أنه يتكلموا بقوة الله، بسلطان الله، وبحضور الله. أيضا من هذه الرسالة بنكتشف حيث توجد البركة توجد أيضا المقاومة. الشيطان مش راح يسكت. في أي مكان في اجتماع، في بركة، في شفاء، في تحرير، في قوة، في بركة بتحل، لابد أن الشيطان يحاول يشتكي أو يعطل هذا الموضوع. لكن إحنا منتصرين بالرب يسوع المسيح. ثم أحبائي، الله وعد أن يؤيد كلمته بالآيات التابعة. فواضح أنه أيد الكلمة، وأنه شيء آخر اسم المسيح ما زال له فعل، تأثير له فعالية. بعد هذا الشيء أحبائي ابتدأت الكنيسة تصلي. صلاة الكنيسة ليس من أجل حياة سهلة. صلاة الكنيسة كانت مش لتغيير الظروف، لكن صلاة نابعة من قلب الاختبار، يسوع الحي الموجود في داخلهم، قوة الروح القدس اللي بتعمل من خلالهم. هي بالأحرى صلاة لهزم ودحر كل قوات العدو. هذه الصلاة كانت صلاة موحدة بصوت واحد ونفس واحدة. هذه الصلاة كانت معتمدة بالكامل على كلمة الله، كانت من كلمة الله. هذه الصلاة الموحدة كانت صلاة إلى الله الذي له السيادة والسلطان المطلق على حياة البشر والناس. صلاة إلى الله الخالق،
صلاة إلى الإله الذي له سلطان، صلاة من أجل الكرازة، صلاة من أجل الجرأة، صلاة كانت من أجل مجد الله. صلاة المؤمنين ينبغي أن تكون صلاة أو نموذج الكنيسة اللي ينبغي تكون صلاتنا في هذه الأيام. لاحظ ما يقول الكتاب: ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. حقا إن أعمال الرسل الإصحاح الثالث والرابع بيتحدث عن نمو الكنيسة، عن النشاط، عن الحماس، عن التكريس، عن القوة، عن النشاط، عن الفاعلية. بسبب هذا الحماس شافوا آيات الله، معجزات الله، قوة الكلمة اللي غيرت الآلاف وجعلت الكنيسة تتوحد وتمتد إلى كل مكان. أعزائي، أصلي إن هذه الصلاة وهذه الحياة وهذا التكريس يكون تكريسك وتكون صلاتك، إنك تعيش بفاعلية وتأثير، إنه تعكس المسيح الحي الرب المقام إلى الناس الآخرين. عزيزي، في الختام، هل قوة الروح القدس هي أيضا لي؟ كثير من الناس تتساءل: هل يمكن أن سفر أعمال الرسل، أعمال الروح القدس، ما زال أنه يتم في هذه الأيام؟ نعم، رسالة المسيح تمتد إلى كل أنحاء الأرض، إلى الشرق وإلى الغرب، بلدان حتى اللي بتقاوم رسالة المسيح منشوف فيها نهضات عظيمة جدا وتغيير جذري في حياة الناس. إن هذه القوة لن تتغير، إنها قوة الله، قوة الروح القدس، وهذه القوة هي من نصيبك. كيف بتحصل عليها؟ بكل بساطة، افتح قلبك ليسوع المسيح، توجه ربا، ادعوه إلى حياتك، فتختبر قوة المسيح وتختبر التغيير الجذري في حياتك. عندها ستمتلئ من قوة الله، من قوة الروح القدس، حياتك كلها بتتغير، بصير عندك فرح، سلام، قوة، بتتمتع بحضور الله، الله بيسمع، بيستجيب صلواتك، بأيد كلماتك بقوة، بيجعلك تعيش حياة منتصرة، حياة الغلبة على الخطية، بخليك تكون شخص تتحرك بحماس بقوة دائما إلى الأمام. نمو الكنيسة سوف يستمر إلى مجيء المسيح ثانية. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن معجزات في سفر الأعمال. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية: